ضرب السنانر. وصلنا راه حنا، وصلنا راه حنا، وصلنا راه حنا. فين فين باغي توصلي فيه بالسلامة؟ واش فين؟ كسلان نقول لك بعدا كسلان نقول لك واش واش سميتو واش سميتي كي عامل عندك عندك بزاف تخلطوا لك. الزريبة عامرة، الزريبة عامرة بالحوالة، شكون هذا؟ الزريبة عامرة بالحوالة بسيتي تخلط. واد تسير الله يبارك لك الشقفة كيما كتضحكي على واد الناس. غادي يجيب غادي يجيب ربي شي واحد اللي يضحك عليك. انا ما ضحكتش عليك. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. السلام كويس عليك كيداير؟ الله يبارك فيك اسيدي، وانت لاباس عليك؟ الله يحفظك. اش اخبارك؟ كل شيء مزيان بخير الله يحفظك. الحمد لله. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ معك محمد من بركان. محمد من بركان، مرحبا بك يا محمد. شحال السن ديالك يا حبيبي؟ 36 سنة. 36 سنة. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ عائشة من زاكورة. عائشة من زاكورة. 36 سنة، عائشة من زاكورة. واخا بقى معنا واحد شوية. شحال يكون السن ديال عائشة؟ 36. شحال نتوما على علاقة؟ ما بين شي 5 شهور. 5 شهور. تلاقيتوا ولا الحب لويف يا سيدي محمد؟ لا، غير ما تلاقيناش في التليفون. كتلاقاوها في التليفون؟ كنهضروا في التليفون وبحال اللي دخل لي الشك. واخا، شحال هادي ما تواصلتي معاها؟ سيدي تقريبا شي 4 ايام ولا 4 ايام. واخا، وشنو ناويها الزواج وداك الشيء؟ لا ناويها الزواج، ولكن انا بحال اللي دخل لي الشك، ما بغيت نشوف. واخا واخا، ما هضرش مع والديها ولا شي حاجه؟ لا، احنا غير بيناتنا، عارف الاتصال. اي، خطبها عام راسها هكا. اي واخا، عطيني الرقم ديالها. زيرو قيد. زيد. ستة وعشرين. زيد. 26. ألو السلام عليكم أختي عائشة. ألو السلام عليكم أختي عائشة. نعم. أعواشر مباركة بالصحة والعافية. كل شيء بخير، موالي الدار، الوالدين، كل شيء مزيان. الحمد لله. اختي عائشة 36 سنة من زاكورة، معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل. راك معنا على المباشر اختي عائشة، ولنا الشرف تكون معنا في البرنامج. مرحبا بك. الله يكبر بك اختي عائشة، شكرا لحفاوة الاستقبال. اختي عائشة، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت اختي عائشة؟ عارفين راسنا فاجئناك هاد الليلة، ولكن اللي عطى الله هو هذا. عزيز عليك شي مفاجآت ولا والو؟ ما عارفاش راسك. واش عزيز عليك المفاجآت؟ اختي عائشة جاوبنا على قد السؤال ديالنا، ها عتعرف. عائشة، واش عزيز عليها المفاجآت ولا لا؟ عزيز عليها شي حد يفاجئها ولا لا؟ ما عرفتش. واش ما عرفاش راسك؟ ما عرفاش راسك. واش عزيز عليك المفاجآت ولا لا؟ ما عرفتش. واش عزيز عليك المفاجآت زوينين ولا لا؟ ماشي زوينين، انا شنو بغا شي حاجه. ايوا هكاك اختي عائشة. على العموم، راه معانا في المنبر ديالنا وعلى المباشر معانا الشخص المفاجأة، هو اللي عطانا الرقم ديالك وعطانا كاع المعلومات اللي عليك، وشارك معانا في المسابقة اللي عندنا في البرنامج، ومن داز معانا وربح معانا واحد الهدية اللي هي بسيطة اختي عائشة. مي قلنا له لما بغيتي تهدي هذه الهدية هذه، قالنا يا عائشة يردوا الهدية البرنامج. هادشي اللي قالنا. انا غادي ندوزو لك عائشة. اوكي يلا. الو استاذ، باقي معانا؟ الصوت ديال عائشة هو هذا. واخا، انا غادي ندوز عليك. عاد درتو اليوم.
البارح واخا الله يخليكم بعضياتكم. انا غادي ندوز عليك. قولي اختي عائشه، عندنا غير واحد التحدي صغير في البرنامج قبل ما كندوز لك هذا الشخص هذا. في نظرك شكون كتوقع يكون داير لك هذه المكالمه المفاجاه في نظرك؟ والله ما عرفت. هو هذاك عائشه، تفضل. هو هذاك، قول لي سميت ديالو باش نعرف. وراه الا قلنا لك سميتو راه ما تبقى شي مفاجاه اختي عائشه. الا قلت لك سميتو ودوزتو لك تحرقات المفاجاه. وانا ما عرفت. تفضل اختي عائشه، شكون توقعتي يكون هذا الشخص هذا؟ واش الحسين من جديده؟ الحسين من جديده، ومالك مخلوعه مع عائشه؟ ويلي ويلي تنتي. الحسين من جديده، شنو كيعني لك هذا الحسين من جديده باش ندوزو لك؟ باغي يتزوج بك، يعني كتواصل معاه؟ عندك شي ميول من جهته ولا ما عندكش؟ كيتواصل معك ولكن كتحس بشي حاجه من جهته ولا ما كتحسش؟ ضروري طبعا كتبغيها عائشه، هادشي اللي قال لنا. هذا هو ما كيبغينيش. وكما كاش كيبغيك عيطلع يسول فيك في البرنامج. اييه كتبغيه ولا ما كتبغيهش؟ ضروري ضروري. واخا قولي اختي عائشه شي كلمه في حق الحسين على المباشر، هو كيسمعك دابا باش ندوزو ليك. نقول له شكرا. شكرا، وكنبغيك بزاف ياك. يلا تفضل السي الحسين. شكون هاد الحسين على هاد المولات؟ بعدين على كل اللي جاي هذيك هذيك شكرا قوليها بعد. شكون هاد الحسين هذا اللي كيتصل معاك؟ كتقول لي عندك غير انت، عندي غير انت، عندي غير انت، وانت عندك بحلاها ها حسين ها جلول ها قدور. هذه هي علاقة حب. ها هذه هي علاقة حب. واش غادي نقول لك الكلمة التالية كما كتضحكي على ولاد الناس؟ الله يجيب الله يضحك عليك. هاد الحوايج بقى معانا، بقى معانا، راه قطعت. جروة جروة الله في الله، هو عليك 7000 سنة، وكل ما ضحكتي كل ما كتضحكي على الرجال وغادي يجيب ربي اللي يضحك عليك. ها هذه هي هذه. بقى معانا، بقى معانا السي. تفضل اختي عائشه، هو معك. ها هو معك، تفضل استاذ. مالك قطعتي؟ انا ماشي سميتو، ما عرفت سميتو، ما عرفاش سميتو. تفضل يا استاذ، تفضل. عائشه. نعم. هي كتقولي عندي غير انت، وكتقولي اتفقنا مول العيد، مول العيد نجي للدار وهذه. ها هي هذه هي. ما وانا ما عرفتش شكون الحين هذا باقي. عدى الحسين. ما عرفتيش؟ عندك عندك بزاف تخلطوا لك. الزريبة عامرة، الزريبة عامرة بالحوالة. شكون هذا؟ الزريبة عامرة بالحوالة بسيتي تخلطوا لك. قول لها شكون، قول لها شكون انت، قول لها شكون انت. ها؟ واش شكون انت؟ ما عرفتيش شكون معاك؟ ما عرفتيش؟ ايوا واش غادي نقول لك؟ الله يعطي لنا وجهك. قولها شكون انت يا استاذ، قولها شكون انت، قولها شكون انت. الله يعطي لنا وجهك. وبلا ما غادي نقول لها، وهي راها عارفه، راها بالعطا، وعارف الله هو عليها، وراها تكت بالعطا بالعطا. وغادي دابا نكمل معك، نكمل معك، غادي نقطع عليك اخويا سعيد ونكمل معها هي. لا لا كمل معها بعدا، كمل معها، عطينا شي كلمه المرحومه. اش غادي، اش غادي تكمل معها هذه اخويا سعيد دابا؟ اش غادي باقي ما تقول لها؟ انا شوف نقول لك، انا اش غادي نقول لها؟ كيما راه تضحك على الناس، على على ولاد الناس، الله يجبر اللي يضحك عليها. لا حول ولا قوة. الله يجبر اللي يضحك عليها وتشفى فيها اقرب وقت. دابا كنت مور، كنت مور العيد عندكم الخطوبة. واه مول العيد، وكانت هي متأكد تأكد عليا، كتقول لي مولاتي، كتقول لها شوفي انا مول العيد نجيب الوالدة ونجي، وغادي نضرب، وغادي نضرب عليها من بركان حتى لزاكورة. ولكن هي خرجت ماشي بنت الناس، خرجت خرجت ما صالحاش. ها هي كتسمع عندي وقولها تجاوبني. كضرب السنانر. واش سنارة هنا وسنارة هنا وسنارة هنا، فين باغي توصلي في السلامة؟ اسمع اسمع نقول لك بعدا نتسمع نقول لك. واش واش سميتو؟ واش سميتك كاع انا بعدا؟ زاد سميتك زيدي.
ماي ما قلت لك نيت. ارى شوف شوف ارى ما اشوف ارى ارى انا شوف دابا انك السعاده انا نحتار في البرنامج. ما انا غادي نخليك ما نقول انا نحتار في البرنامج ان اللي عقت بقوه والهدف راه غير البرنامج اللي احترمته وما انت غادي نقول لك شي كلام اللي ما عمرك نسيتهم في حياتك، ولكن عندك الزهر راني في البرنامج. ما انا غادي نوريك هو فين باغي توصلي بالسلامه، فين باغي توصلي حسين هذا حسين. ودابا انت انا دابا كتعرفي صوتي ما قدرتيش تقولي سميتي. انا ما غاديش نقول سميتي ولكن سميتك انا ما عرفتش صوتي، عرفت صوت سميتك ما بقاش عليا. ياسين لا ما عقلتيش ياسين طولك الزريبه الزريبه عامله بزاف من الحواله. ياسين هذا روحي الله يغرك لك الشقه، الله يغرك لك الشقه في هذا النهار هذه. عندك بزاف بحيث ما عندك ما تقول بما قلتي حسين يعلم الله اش غادي يبان عاد منك الفول بزاف عندك بزاف ان نكون ما عندك وعندك اي واحد الصاش غادي تنطقي غادي تنطقي عليك. ولكن دابا عندك حسين ودابا كتقول لي الصبع قلت له السميه ما عرفتهاش ايوا هي انت دابا عندك بزاف ها قطعت تزيدها ولا بارك عليها. لا خليه نزيد لها خليه هيا معك هيا معك الى النساء الى كاع النساء بحال هاد النوع هذا الله يقطعهم الله يقطعهم. يا حضري يا جاوبيني كعاقة عارفة الصوت وعارفة شكون كيهضر معاك وعارفة دب... الو كتسمعيش ولا ما كتسمعيش؟ كنسمعك راه عرفتك. شكون اللي وعدك مول العيد؟ شكون اللي وعدك مول العيد؟ نتايا شنو سميتو هو؟ انا ما عقلتش على سميتو. ياسين عاد تزوج بيه ومعرفاش سميتو. مابقاش كيهضر ليك مابقاش كيهضر ليك كنصوني مكيردش عليا كنصيفط ليه مكيردش عليا مابقاش كيرد عليك نسيت سميتو. على الله عليك الا ما غير هاد النهار صيفط لك واتساب وكنا نديرو لك في واتساب. على الله عليك 7000 سنه وهذا هو العواد باش على الله عليك وتنزل عليك النعله الا ما كناش كنهضرو كل ليله في واتساب. أكثر مابقيتيش كتهضر مابقيتيش كتهضر مابقاش كنهضر. اروحي يا جير واروحي انت راكي ماشي انا شوف نقول لك غادي نقولها لك عبر العالم. انت راه ماشي بنت الناس نسقطك استقبلتي ماشي بنت الناس انت راكي غير برهوشه واخا عندك 36 سنه انا نعتبرك انا غير برهوشه انت هي فهمت. ولشتي واش خليني نكمل لك ولشتي هاد النهار طلعت لك في التليفون قطع عليا الخبيز. لا بنت ماشي ما تعير انا بنت الناس اللي عايشه ماشي متعير ها ما تعيرنيش بنت الناس اللي شتيني برهوشه ولا بنت الناس اللي واه برهوشه واه برهوشه من كتر عارف عاطي هذيك الماليه انايا رامي عندي صناره ورامي صناره هاك واش واش دابا واش واش السيد اللي كتشوف السيد اللي كتشوف السيد اللي كتشوف السيد اللي كتشوف واش السيد ملي كيمشي للبحر كيرمي 10 صنانه كيرمي وحده اما تجيب سمكه اما تجيب تفكرو. دابا انت راني صناره هنا حسين جديده ودابا انت كتقولي عقلت الصوت والسميه ما عارفاهاش. هي عندك بزاف ما عرفتش تخلطوا في الاصوات تخلطوا انا ما ولا ما عقلتش كاين كاينين. دابا انت بحال اللي راكي تلعبي كارطه ما يحقش ما شوفي انا شوفي نقول لك غادي نقول لك واحد الحاجه غادي نقول لك بالبرنامج. انا شوفي نقول لك هي البنت اللي طيح في يدي انايا والله تنعذب علاش ما سرقتش فيكم شر الرجله وما سرقتش فيكم انتوما البنات ما سرقتش فيكم الرجله. انا كان هذا البرنامج كان شوف انا هذا البرنامج كان تبعو ديال خويا سعيد مش حل من واحد مش ضحيه ما عندك ما تقولي لي صافي انت داخل الدور ممكن شوف اشنو فايت قلت لي فايت قلت لي انت واش انا ملوي معاك المعقل واش انا ملوي معاك المعقل واش انا في التليفون ديك النهار اشنو هاد قلت لك الى بغيتي صمتت على ملي كنا نهضر واش غادي نهضر معاك دابا مالك واش باغي تستحمري واش باغي تستحمري ولا واش باغي تستحمري واش انا غادي نهضر معك رمضان وانا كان واش انت كتقولي لي شوفي انت كنت كتهضري معايا في الليل كتقولي رمضان كنحتار واش بغيت نهضر معك في هذه واش بغيت نهضر معك في رمضان
كلنا نهضروا قبل رمضان، ولكن في الليل كنهضروا. واش ما هضرناش، ما هضرناش من البارحين؟ واش ما هضرناش البارح؟ واش قبيله قبيله ما شفتلكش واتساب؟ يلا قولي قولي قولي. انت هضرتي البارح اليوم صيفطت واحد القليبات، انت هضرتي البارح اليوم قليبات. ادي سيري انت كان وحدي صيفطلي، اصلا انا ما كترصيش، كان اصلا ما عندك قلب الدنيا. واش عندك الهندية؟ انت حتى انا ما عندك شي عندي قلب خلق انت؟ واش سيري ودي سيري الله يبارك لك الشقفة كيما كتضحكي على ولد الناس. غادي يجيب غادي يجيب ربي شي واحد اللي يضحك عليك. انا هادي ما ضحكتش عليك دابا، انا دايره معاك النيه. واخ 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 غادي نجيب ونيا دايرة اختي، نيا دايرة هادي مع السيد. تعال مع اش من نيه نرجع مع راسك انت السيد، ما عقلاش انت على سميتو ها الحسين ها محمد ها قدر ها عبد العالي ها الجيلاني. واش كضحك على على ولاد الناس؟ الله يهديك اختي. ما انت السيد، وانت السيد ما عقلاش انت على السميه ديالو مور العيد ما جي يخطبك. اخويا سعيد، اخويا سعيد اسمع اسمعني، دابا انت يمين درتي معايا ودرتي مع حسين، انا غادي نجي مول العيد. ايوه في الاخر كتقول كتقول في الاخر تقول لي الدراري كيضحكوا علينا. على العموم راه قطعت المكالمه السي محمد، شي كلمه للمرحومه حبيبي؟ ها شي كلمه للمرحومه؟ واش هادي؟ هادي راه ماشي مرحومه، هادي راه ماشي مرحومه، هادي راه هادي لفعه هادي. ما خويا سعد راه المرحومه كتمشي للقبر وكتهنى، هادي راه ما عندهاش الراس كاع. واش انا دابا وعدتني اخويا سعيد مول العيد غادي نمشي عندها وهادي حسين كيف غادي يديرو؟ ترمي في الزبل، ترمي في الصليح حسين وياسين. اه لا يمكن. راه شوف نقول لك، انا كنعطي واحد النصيحه، راه البنت اللي عندها شي واحد شد فيه ما تبقاش، ما بقاش يديروا هاد الخدمه هادي. راه شحال من واحد كيبغي يتزوج المعقول، ولكن المعقول ما كاينش. والله زعما نقول لك اخويا سعيد المعقول ما بقاش. انا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا فاقد الثقه دابا صاحبي، انا فاقد الثقه دابا صاحبي. انا ما غاديش نشوف، هذا هو الحب الاول وهذا هو بالتالي، ما غاديش نثق في شي وحده. لا لا كاينين بنات الناس، لا كاينين بنات الناس، كاينين بنات الناس خويا، خويا سعيد كاينين لا قليل، ولكن انا يعني دوك بنات الناس ما كيطيحوش في يدي انايا. ها هي دابا طاحت، انا طاحت فيا فرهوشه. ها هي دابا حسين، دابا انا وعدتها مول العيد بخمس ايام ولا ست ايام، قلت لها غادي نجيب الوالده ونجي عندك، ووعدتها بالناكل ما معقوله، ماشي زعما شوفنا وين في التليفون وش ولات الحاله ديالهم. قلت لها سيدي انا قادر. على العموم سيدي محمد البركه في راسك يا حبيبي، والله يعوضك محسن. امين يا رب العالمين. يلا تحياتي لك يا حبيبي، تحياتي تحياتي.